أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لا يخفى على فضيلتكم تسلط شياطين الإنس في شهر رمضان من مشاهد التمثيليات وغيرها. يقول السائل: فما توجيهكم لطالب العلم في نصيحة من يشاهدون هذه الأمور الشهوانية خاصة إذا كانوا من أقربائه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنكروا المنكر بحسب استطاعتكم، وعظوا الناس، الناس يحتاجون إلى وعظ وتذكير، لأن عندهم غفلة وعندهم إعراض كثير وجهل، فإذا خوفتموهم وحذرتموهم ووعظتموهم وذكرتموهم فربما أن كثيرا منهم يتوب إلى الله عز وجل ويترك هذه الأشياء، أو على الأقل تبرئون ذمتكم. نعم.